وصلنا لاخر حلقات فانتزي البريمير ليج مع يلا كوره، وعشان دي اخر حلقه هي حلقه مهمه جدا ان انت لازم تنهي فانتزي البريمير ليج بشكل كويس جدا عشان تخش الموسم اللي جاي معنوياتك مرتفعه. لازم قبل ما تختار 11 لعيب للجوله دي لازم تركز على الفرق اللي عندها لسه امال في اي حاجه خلال الدوري. عندك مثلا مانشستر سيتي بينافس على الدوري، ارسنال بينافس على الدوري، عندك تشيلسي ونيوكاسل ومانشستر يونايتد بينافسوا على تاهل اوروبا، فبالتالي دول اهم 5 فرق لازم تركز عليهم الجوله دي. هقول لك سريعا كده اهم 11 لعيب في الجوله دي تقدر تختارهم واختار اللي انت عايزه منهم. في حراسه المرمى لا بديل عن رايا، هو افضل حارس طبعا السنه دي، فاز بجائزه القفاز الذهبي، هو اكتر حارس عامل كلين شيت طبعا في انجلترا. بعد كده عندك جوستو وعندك فان دايك طبعا اللي حابب يودع كلوب بشكل كويس جدا، وكمان عندنا ووكر. في نص الملعب وجود جوردن طبعا مهم جدا زي ما قلنا، نيوكاسل بينافسوا على بطوله اوروبيه، كمان موجود بالمر معاك طبعا اساسي في تشكيلتك، دي بروين وساكا او محمد صلاح. محمد صلاح برده اللي حابب يودع كلوب بشكل كويس جدا لازم يكون موجود في تشكيلتك الجوله دي. خط الهجوم طبعا لا بديل عن الثلاثي الاهم يعتبر هذا الموسم، هالاند جاكسون ايزاك، والثلاثي طبعا مهم جدا يكون موجود في فريقك لان هالاند بينافس على الدوري الانجليزي الممتاز، سواء ايزاك او جاكسون بينافسوا على تاهل اوروبا. اتكلمنا على حوالي 12 لعيب، دول مهم جدا ان هم يكونوا موجودين في تشكيلتك الجوله دي. وانت بتلعب فانتزي لازم تحط في دماغك كويس جدا ان هي لعبه في الاول في الاخر، ما تاخدش اللعبه على اعصابك عشان تبتدي الموسم الجاي بشكل جديد.